بونسوار. اليوم بدنا نعمل فيديو جديد، اكيد بدنا نعمل اليوم سكراب الشوكولا، يعني مكشر الشوكولا بالعسل. وتنعمل مكشر الشوكولا بالعسل نحن بحاجة ل كوب من السكر، ربع كوب زيت، ملعقة صغيرة عسل، ملعقة ونص كبار كاكاو غير محلى، ما في سكر يعني، وحبة فيتامين اي وحدة. يلا خلينا نبلش. هلا اول شيء بدي احط كوب واحد من السكر، ملعقة ونص كاكاو غير محلى مثل هيدا، يعني بيكتبوا عليه هون طبيعي غير محلى، وبدي اخلطهم اول شيء. هيدا سكراب الشوكولا او مكشر الشوكولا، هو مكشر كتير مفيد، هلا بخبركم عنه باخر الفيديو. وعن جد لازم كل سيدة وصبية تساوي. بدي ارجع اضيف ربع كوب من زيت الزيتون، طبعا بدي اخلطهم ارجع، هلا اذا بتحبوا انتو اكثر في زيت فيكم تزيدوا، بس انا لانه هيدا عملته للاستعمال الشخصي ما بحب يكون في زيت كتير، يعني بدل نص كوب مثلا ربع كوب بتحطوا نص كوب اذا بتحبوا الزيت زايد فيه. كيف بدنا نشيلهم هيدول؟ اوكي لحظه رح شيلهم. وانا بحاجه كمان لملعقه صغيره من العسل، بس رح غسل الملعقه واجي. اوكي رجعت لكم. بحاجه كمان لملعقه صغيره من العسل، ما نكبرها كثير يعني، مثل ما بنعرف قد ايه فوائد العسل كمان كثير كبيره. طيبين العسل. اوكي وبدي كمان وحدة من فيتامين اي، بدي قصها وحطها فوق السكراب. اكيد بدي ارجع اخلطهم. سكراب كتير سهل عن جد وكتير هين انه نعمله بالبيت يعني، ومكوناته مثل ما شفتوا موجودة بكل بيت وما بياخد وقت كتير، يعني انجأ 5 دقايق ل7 دقايق بيكون جاهز، جاهز للاستعمال الفوري يعني. هلا سكراب الشوكولا بما انه الشوكولا ريحته حلوة ما رح احط له اي اسنشال اويل، لانه ريحة الكاكاو مع العسل كتير حلوة. رجعنا لنفس القصة. اوكي هلا بدنا نسكبه بالمرتبين. هلا انا عندي هيك مرتبين نضيف ومعقم، بدي بلش اسكب السكراب فيه. انا صراحة كل ما يخلص سكراب بعمل دغري غيره، مختلف عن التاني بيكون، لأنه ما بس أنا بستعمل السكراب بالبيت، في بناتي كمان بحبوا هالشغلات مثلي كتير. لك منظر قد ايه حلو. كتير حلو. وهيدا مكشر الشوكولا بالعسل.
بدي أخبركم شوي عن خصائص مقشر الشوكولا. أول شيء من خصائص مقشر الشوكولا إنه الشوكولا بحافظ على ترطيب البشرة خاصة عند اللي يلي بشرتهم جافة، والشوكولا هو مكون بيساعد على تهدئة البشرة ومحاربة الالتهابات. أما السكر أكيد اللي بيلعب دور المقشر اللي بيشيل خلايا الجلد الميتة وبيطري البشرة وبينعمها. والعسل بيحتوي على خصائص مطهرة وهو مرطب أكيد طبيعي للبشرة. إذا حبيتوا تعرفوا عنه أكتر فيكم تفوتوا على الإنترنت وتشوفوا فوائده الكتيرة، بس أنا أكيد ما رح أقدر أخبركم كل شي عنه لأنه فوائده كتير كتير كبيرة للبشرة. هيدا بتقدروا تستعملوه مرة بالأسبوع لمرتين يعني، بس أنا عادة بستعمله بس مرة بالأسبوع بكفي بشرة الوجه أو بشرة الجسم. لهون بكون خلص الفيديو. إذا حبيتوا الشغل بليز ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير تيستفيدوا رفقاتكم كمان. وميرسي.